طائرات الموت ما زالت تفتك بالمدنيين في محافظة إدلب. المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق مقتل عشرات المدنيين في قصف مشترك شنته قوات النظام وحليفتها روسيا في أنحاء مختلفة من المحافظة، غالبيتهم سقطوا بغارات على قرية جبالة. كما طال القصف وفق مصادر طبية بلدة خان شيخون وكفر بطيخ وعدة قرى. مصادر في المعارضة تحمل موسكو مسؤولية استمرار الحملة العسكرية للنظام في المنطقة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 1500 شخص منذ انطلاقها نهاية أبريل الماضي. في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قوات بلاده وقوات النظام السوري سيردان بشكل قاس وفق وصفه على اعتداءات فصائل المعارضة في إدلب، والتي تصفها روسيا بالإرهابية. ودعا لافروف تركيا إلى سرعة الفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة والمتشددين وفقا لما ورد في اتفاق سوتشي. من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من نزوح مليوني شخص من شمال غرب سوريا باتجاه تركيا إذا استمر القتال العنيف في هذه المناطق، حيث وثقت التقارير الأممية فرار أكثر من 300 ألف شخص لمناطق قرب حدود تركيا بحثا عن الأمان. أشرف عبد الباقي، العربية.